وللوقوف أكثر على الحالة الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد حسن شرف، أخصائي أرصاد جوية أول بإدارة الأرصاد الجوية. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. يعني هل لك أن توضح لنا الحالة الجوية المتوقعة التي تمر بها مملكة البحرين، وقد بدأت الأمطار بالفعل بالهطول صباح اليوم وهي مستمرة وتشتد مع مرور الوقت وصولا إلى وقتنا الحالي، ونحن يعني نشهد الآن يعني هطول أمطار غزيرة. هل ستكون شبيهة بالأمطار الاستثنائية التي شهدناها في الأسبوع الماضي، أم أن هناك يعني توقعات أخرى؟ طبعا نفس ما ذكرت، تأثرت المملكة بأمطار من بعد منتصف الليل وكانت رعدية أحيانا مصحوبة بهبات شديدة السرعة. بدأت التكونات تقل خلال الصباح وكان تركيز الأكبر على المناطق البحرية الشمالية، ولكن ما زالت الفرص موجودة. والآن أيضا يعني في هالوقت يعني تقريبا العصر أو الساعة 3 موجود الأمطار خصوصا في المناطق الشمالية مؤثرة، وأيضا الأمطار قد تكون رعدية وهي حين لا زالت رعدية ومع هبات شديدة السرعة. طبعا ردا على سؤالك، يعني هل هي كانت نفس المرات الإطاقة؟ طبعا لا، تأثيرها أقل بكثير يعني من المرات الإطاقة، لكن احنا متوقعين ان شاء الله خلال الساعات القادمه ما راح تكون ان شاء الله التكونات للسحب الممطره موجوده وقد تزداد في فترات الليل حتى صباح يوم الخميس، وتكون متفاوته الشده، قد تكون رعديه مصاحبه لهبات شديده السرعه، وهذا اللي عندنا ليوم الخميس ان شاء الله. نعم، ونحن نتابع بالطبع معكم ما ترصدونه لحالة الطقس بشكل مستمر. يعني برأيك هل ممكن أن تشهد منطقة يعني أكثر من الأخرى، يعني بما يخص يعني مستوى الأمطار وشدتها، وكذلك أيضا ما هي التحذيرات التي ممكن أن تقدمونها للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة؟ طبعا كميات المطر طبعا تختلف من منطقة لمنطقة على حسب تطور السحب، فيعتمد يعني ساعات ممكن تتكون خلايا رعدية تجري في المناطق الشمالية أو في الجنوبية، طبعا بتأثر على المناطق اللي هي بتكون فوق يعني السحب المتكونة فوق المنطقة دي بتكون اللي هي تأثيرها أكثر. ولكن اسمه بشكل عام يعني الأمطار راح تكون إن شاء الله متفاوتة الشدة، متوسطة بشكل عام، خفيفة إلى متوسطة، زين قد تكون يمكن يعني تزيد شدتها خصوصاً خلال فترة الليل. بالنسبة لل يعني سلامة التحذيرات، نعم. طبعاً التحذيرات كلها تحذيرات موجودة خصوصاً التحذيرات البحرية، لكن على الجمهور الكريم اتباع إرشادات السلامة وخصوصاً في سياقات المركبات بحذر، خصوصا عند التجمعات المائيه المنجدت، وتجنب الانشطه الخارجيه والبحريه. طبعا ننصح بضروره استقصاء المعلومات الطقس من مصدرها الرسمي بمملكه البحرين ومتابعه اخر النشرات وحتى التحذيرات اللي توصل بشكل مباشر عن طريق النوتيفيكيشن عبر التطبيق الرسمي للهواتف الذكيه. وايضا عندنا السوشيال ميديا والتويتر والانستغرام، طبعا معلوماتنا ان شاء الله موجوده هناك بالتاكيد، ونحن يعني سنتواصل معكم بشكل مستمر لمتابعه حاله الطقس. شكرا لك السيد محمد حسن شرف، اخصائي ارصاد جويه اول باداره الارصاد الجويه، شكرا جزيلا على هذه المداخله.